السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة الرابعة. إحنا خدنا محاضرة، يعني هنكمل على اللي خدناه المرة اللي فاتت. آخر حاجة خدناها مع بعض، فخدنا مع بعض الضغط عند نقط مغمورة تحت سطح المية، وخدنا استنتاج إن الضغط متساوي في كل الاتجاهات عند أي نقطة تحت سطح المية، وخدنا بالظبط الشكل دوت كبريزم لأنه هو بيمثل الحالة العامة لجزيء متعرض لضغوط من اتجاهات مختلفة في العمق. ووصلنا للاستنتاج اللي مكتوب فوق دوت إن الضغط الأفقي بيساوي الضغط الرأسي بيساوي الضغط في أي زاوية ميل، ودي يعني مبدأ أساسي هنستخدمه مع بعض في أي شيء هندرسه في المنهج. وصلنا للاستنتاج دوت إن الضغط بيساوي جاما في اتش. لو تفتكروا ان جاما هي رو في جي، ومن القانون ده استنتجنا بالتبعيه اللي بعده اللي هو ان الضغط عند نقطه بيساوي جاما في اتش عند نقطه اعلى منها زائد، يعني خدنا مع بعض فكره ان انت لو بتحسب الضغط عند مكان بالنسبه لمكان اعلى منه، زي ما خدنا اسطوانه، زي ما خدنا مثلا فكره قاع تانك والسطح بتاعه، وصلنا للقانون الثاني ده ان الضغط عند نقطه واحد بيساوي الضغط عند النقطه الثانيه زائد جاما في اتش الفلويد اللي بين الاثنين. وقلنا ان في حاجه اسمها البريجر هيد، ودي وسيله للتعبير عن طاقه الضغط عند نقطه، وقلنا ان هو بيساوي بي 1 ناقص بي 2 على جاما، ده لو بنتكلم على نقطتين بالنسبه لبعض. كان آخر حاجة خدناها ليا أحد وسائل قياس الضغط في الشانلز أو في البايبز أقصد، كنا خدنا المانوميتر وقلنا واتكلمنا عنه، وأظن هينزل لكم طبعا في أي شيت وده لا يخلو منه أي امتحان. ليا الفكرة قلنا هنا إن أنت لو عايز تقيس الفرق في الضغط ما بين نقطتين في بايب، بتبقى إنك بتجيب آلة اسمها مانوميتر، وهي عبارة عن بايب فيها ليكويد كثافته اعلى من كثافه السائل اللي انت بتقيس الضغط عنده، وده بغرض ان فرق الضغط ده هيؤدي ان الفلويد اللي في النص هيتغير المنسوب بتاعه زي ما احنا شايفين كده. وشفنا مع بعض ازاي بدلاله الفرق في الليفل ما بين النقطتين دول اللي هو في الحاله بتاعتنا دي H2، ازاي ده وعندنا معادله مكتوبه على الشمال يعتبر الآلة أو الكيفية اللي احنا بنقيس فيها الفرق الضغط ما بين نقطة A والنقطة B. النهاردة هنتكلم في موضوعين، هنتكلم فيه بعد ما اتكلمنا على الهيدروستاتيك بريجر، هنتحرك من البريجر للفورس. فبما ان احنا خلاص عرفنا قوانين الهيدروستاتيك بريجر، هنروح دلوقتي نشوف قوانين الهيدروستاتيك فورس. هنتكلم، المحاضرة مقسومة على جزئين، الهيدروستاتيك فورس على الأسطح البلين اللي هي يعني مسطحه بغض النظر عن زاويه الميل بتاعتها، وهنتكلم على الهيدروستاتيك فورس على الاسطح المنحنيه، لان الاثنين دول ليهم تطبيقات فقوانين دي مختلفه. فهنبدا بالهيدروستاتيك فورس على الاسطح المستويه لان دي اسهل، وبعدين نروح على الكيرفد لان الكيرفد وعايزكم تاخدوا بالكم من حاجه. لما هنيجي نتكلم على الهيدروستاتيك فورس على الاسطح المنحنيه مش هنستنتج من الصفر، هنستخدم اللي احنا استنتجناه في حساب القوة على الأسطح المستوية عشان يبقى جيفن نكمل بيه على الكيرفت. المادة دي كلها كده، فانت ما تفوتش معلومة لأن اللي بعدها هينبني عليها. لو ما فهمتش المحاضرة اللي فاتت بتاعت الهيدروستاتيك بريشر هتجد صعوبة في فهم الهيدروستاتيك فورس، ولو النهاردة ما فهمتش الهيدروستاتيك فورس على الأسطح المستوية هتجد صعوبة في فهمها على السطح المنحنية. فلو سمحتوا الفلويد مادة أولها هو اللي بيسلم لآخرها، فلو سمحتوا تركزوا في المادة من أولها. مبدئيا كده تعالوا نعرف إيه هو الهيدروستاتيك فورس. أظن سهل إن نقدر نستنتجه بعد ما خدنا مع بعض الهيدروستاتيك بريجر، إن إحنا نقول هو القوة الناتجة عن ضغط مائع مستقر أو ساكن at rest. إذن الفورس اللي بنتكلم عنها جاية من الضغط، واحنا كنا قلنا قبل كده ان الطاقه بتاعت الموائع او السوائل بقى ليها اكتر من مصدر، قلنا الاليفيجن، قلنا البريجر، قلنا الفيلوسيتي. واضح كده ان احنا بنتكلم على سبب واحد من اسباب الفورس الا وهو الضغط، وطالما احنا بنتكلم على مائع ساكن
فطبعا نتوقع ان كل اللي هنتكلم فيه النهارده مش هنلاقي فيه او مش هنستخدم فيه الاكسلريشن والفيلوسيتي، لان اكيد قيمتهم بتساوي صفر. وفي هنا مثال يعني للموضوع اللي بنتكلم عنه، هو القوه اللي بتحصل على حيطه، حيطه خزان، حيطه سد، او على جسم مركب. كل الاجساد، كل الامثله دي اسطح معرضه لفورس بتاعت ميه. احنا طبعا لما بنيجي نشتغل مثلا في السيفل انجينيرنج، انت بتبقى عايز تصمم اي كروس سكشن يعني باستخدام، بتبقى انت عايز تعرف المومنت والشير والبريجر وكل دي كلها فورسز. فانت لازم تبقى عارف فورس، وبعدين تبتدي تشوف نقطه التاثير بتاعتها بالنسبه للنقطه اللي تحسب عندها، وبالتالي تقدر تحسب كل القوه وتصمم. فهنشوف مع بعض سلوك الفلويدز ازاي، لان طبعا الفلويدز اتفقنا من اول محاضره ان ليها طبيعه مختلفه شويه. فهنشوف مع بعض ازاي نقدر نحسب الفورسز دي، وبعد كده تقدروا انتوا تكملوا بعد كده في مواد اخرى تصمموا بيها قطاعات. قدامنا مثالين اهوت عشان نبقى بس عندنا رؤيه للكلام اللي بنتكلم عنه. الشكل اللي على الشمال عندنا سد، واضح طبعا ان هو شايفين الارتفاع هائل قد ايه، دي عشرات الامتار. لنا ان نتخيل ان يعني اكيد البريجر تحت عالي جدا جدا، وبالتالي الفورسز عاليه جدا جدا. مش عشان احنا بنتكلم على ميه او فلويد اذا احنا بنتكلم على حاجه بسيطه، لا يعني ممكن اي حد فيكم يسيرش في اليوتيوب على فيديو على مثلا سد بيفتح البوابه بتاعته، اي سد يفتح البوابه بتاعته، بس عشان يعني تشوفوا الاندفاع الهائل للميه نتيجه فرق المنسوب زي ما احنا شايفين الشمال عن اليمين. لو فرق اقل من كده بكتير هتلاقوا الميه مندفعه بقوه شديده جدا. اذا احنا بنتكلم على بريجر هائل ينتج عنه فورسز رهيبه. عشان كده دايما السدود والمنشات الهيدروليكيه بتتميز منها احجامها نوعا ما كبيره وبيبقى فيها خرسانه مسلحه. الشكل اللي على اليمين خزان للميه، وخزان اليفيتد مرفوع عن سطح الارض بمسافه ما، ده لاسباب تتعلق بتوصيل الميه. لكن نفس المبدا ان احنا بنتكلم عندنا هيد كبير، يعني قصدي ارتفاع التانك كبير، وبالتالي احنا حتما يعني ده خرسانه مسلحه، فده تطبيق مباشر للهيدروستاتيك فورسز. لو حد يعني نحب نفتكر بسرعه ان احنا عندنا الضغط بشكل عام بيؤثر عمودي على السطح، تمام؟ هنستخدم المعلومات دي كلها النهارده. عند اي سطح البريشر يؤثر عمودي عليه. ومش بس كده، ده كمان يعني مزيد من التفصيل للسطر ده هنقول ان الضغط بيؤثر عمودي عند اي نقطه. يعني لو السطح فيه انحناءات او تغير في الستريتنس بتاعته، عند كل نقطه البريشر بيؤثر عمودي. ده مبدا مهم عشان نفهم نقدر نحسب الفورسز. قلنا كمان ان الضغط بيزيد لينيرلي على كفانكشن في الدبس. طبعا الضغط بيزيد مع زياده عمق الميه، ده متفق عليه. لكن كمان احنا خدنا ان العلاقه لينير، وعارفين ان لينير معناها ان هي لو زدت الدبس مقدار الضعف يبقى اذا البريشر هيزيد مقدار الضعف برضه. وخدنا كمان ان الضغط على الاسطح الافقيه متساوي، وده معلومه مستنبطه بداهه من المعلومات السابقه. طالما الضغط بيتناسب طرديا مع الدبس يبقى اذا لو سطح افقي اذا كل النقط اللي فيه على نفس الدبس، وبالتالي الفورس او البريشر اللي عليه متساوي. اخر معانا معلومه معانا ان الضغط بيعتمد على السبيسيفيك ويت بتاع الفلويد. يعني على حسب السائل ايه هو اللي انت حاطه اللي انت بتحاول تعمل له يعني احتواء كونتيننج، على حسب هل هو ماء او زيت او غيره. وقلنا كمان على حسب كمان انترنالي، يعني الميه هل هي مالحه ولا عذبه، درجه حرارتها كام، والحاجات دي كلها بتاثر على السبيسيفيك ويت، وبالتالي بتاثر على البريشر، وبالتالي هتاثر على الفورسز وما ينبني عليها من تصميم المنشا. الصوره دي بس كده يعني للحماسه، ان بتورينا الاهميه الهائله لمنشات تخزين الميه، لان واضح الصوره بتورينا يعني ان ده خزان ميه عالي الناس استهدفوه مباشره في الحرب يعني بكل حماسه نظرا لاهميته الشديده. دي الصوره اللي انا كنت عايز اوريها لكم. شايفين اندفاع الميه نتيجه فرق طبعا المنسوب الناحيه دي اعلى من الناحيه دي، فهو ده اللي عامل
الاندفاع الكبير ده، وده بس يعني مؤشر للفورس. يعني الكروس سكشن اللي تحت هو تفصيل للرسمه اللي فوق، ادي ده فرق الهيد، فرق الهيد يعني فرق المنسوب، وهو ده مصدر البريجر او الفورس اللي بنتكلم عنها. المثلث دوت هو مثلث، احنا قلنا ان البريجر بيزيد لينير، ده شكل التوزيع البريجر نتيجه فرق المنسوب، بمعنى ان انت كل ما يعني لو اعتبرنا ان الاكس اكسس بيعبر عن قيمه البريجر والفيرتيكال اكسس طبعا الدبس، فاذا كل ما بتنزل ادي الزياده اللي بتحصل في البريجر، ودي اللي هتستخدم في الحسابات. من الامثله الدائمه في كل كتب الفلويد ميكانكس هو حساب الفورس اللي جايه على بوابه معدنيه لسد او غيره. زي ما احنا شايفين ده نوع من القناطر، يعني عندنا بوابات بتمرر ميه، وده شكل البوابه اهوت بيتم تركيبها او رفعها. الشكل اللي على الشمال بيورينا قطاع في الكروس سكشن، في القطاع اللي احنا شايفينه ناحيتنا احنا او لخارج الصوره، الارتفاع الميه اللي بيخزن دوت. البوابه ديت مش بكامل طول القناطر دي، فقط يعني حته اللي احنا شايفينها دي، وده شيء طبيعي. فالسؤال ايه هي الفورس اللي جايه على هذه البوابه، وبالتالي يتم تصميم المكنه او الموتور اللي بيرفع وينزل هذه البوابه، وبالتالي برضو نقدر نصمم تخانه البوابه او اي خصائص عليها. احنا دلوقتي بنتكلم عايزين نعرف الفورس اللي جايه على البوابه. الشكل اللي على الشمال بيورينا اولا المثلث الكلي، كل المثلث هو توزيع البريجر شفناه قبل كده. البوابه بقى بما ان هي موجوده فقط في جزء من الارتفاع، اذا هي متعرضه بس للجزء الاحمر دوت من البريجر، وده يعني واضح ان انت عندك سطح البوابه اللي فوق متعرض لبريجر قد الهيد اللي فوقها، وسطح البوابه اللي تحت او يعني اوطى نقطه فيها متعرضه لبريجر بيساوي الهيد اللي فوقه، والعلاقه بينهم لينير. اذا لو انا عندي شكل مستطيل او غيره مغمور على عمق ما من الميه، اذا البريجر اللي جاي عليه شكله شبه منحرف، تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا. الشكل الشبه منحرف دوت للتبسيط بيتم تقسيمه لشكلين، مستطيل ومثلث. لو بصينا على الشكل اللي على الشمال، ادي الشكل الاولي اللي ورا اللي بالازرق دي البوابه، والاحمر ده هو مثلث او يعني شكل توزيع الضغط على البوابه. هنفترض ان البوابه العرض بتاعها 2 متر وهي موجوده يعني محطوطه على عمق 4 متر، والبوابه نفسها ارتفاعها 2 متر. دي مساله برضو يعني دائمه الوجود في الفلويد ميكانكس. لو انا عندي بوابه زي ديت، البوابه ابعادها 2 في 2 وموجوده على عمق 4 متر من سطح الميه، السؤال ايه هي الفورسز اللي بتؤثر على هذه البوابه؟ معانا القانون بيقول ان الفورس بتساوي جاما في اتش في الاي. الجاما في اتش مع بعض هي الضغط، والاي هي مساحه البوابه. فلو جينا احنا قلنا هنقسم الشكل بقى الثاني اللي على اليمين، احنا بنقسم البريجر اللي جاي الى جزئين، جزء مستطيل وجزء مثلث. الجزء المستطيل هو الضغط اللي عند السطح العلوي للبوابه اللي هو جاي من الدبس اللي هي موجوده تحتيه. بما ان احنا قلنا البوابه دي محطوطه عند عمق 4 متر، اذا السطح العلوي ليها متعرض لضغط ارتفاعه 4 متر، وبما ان هي عمقها 2 متر فالتحت بتاعها متعرض لضغط 6. هنقسمه للاثنين يعني بالتخيل كده، يبقى هنقسمه لمستطيل القيمه اللي فوق عليه بتساوي ايه؟ بتساوي ضغط 4 متر، والمثلث هيتبقى القيمه بتاعته اللي تحت هي تساوي ارتفاع البوابه نفسه. تمام؟ انا عايز اتاكد ان انتوا معايا، كل اللي انا بقوله ده واضح وسهل ولا في حاجه صعبه؟ تمام، هنكمل كلامنا. ففي حاله زي ديت البوابه اللي عندنا متعرضه لاثنين فورسز، اف 1 نتيجه المستطيل واف 2 نتيجه المثلث. الاف 1 زي ما احنا شايفين المعادله جاما في اتش، بس انهي اتش؟ اتش 1 اللي هي الدبس اللي البوابه محطوطه تحتيه في اريا بتاعت الجيت البوابه، ونحسبها يطلع لنا القيمه اللي موجوده قدامنا دي. الاف الثانيه هي
الفورس الناتجة عن المثلث. بما ان احنا بنتكلم على مثلث فبالطبيعي كده هنضيف ليها نص، لان المساحة هي مساحة مثلث نص المستطيل، فتساوي نص جاما اتش اريا جيت. بس اتش هنا هي اتش 2 اللي هي ارتفاع البوابة مش عمق اللي محطوط تحتيه البوابة. ففي المثال اللي قدامنا هنحط نص في الجاما بتاعت الووتر اللي هي 9.8 في الاتش اللي هي ارتفاع البوابة اللي هو 2 متر في مساحة البوابة اللي هي 2 في 2، وهنعوض هيطلع لنا القيمة دي. اذا هذه البوابة متعرضة لاثنين فورسز مجموعهم مع بعض بيساوي F1 زائد F2. تمام؟ لو احنا بنسأل بس ايه هو السؤال، هو ما هي قيمة الفورس اللي جاها البوابة، هي دي الإجابة. ولو اتسألت نفس السؤال بشكل مختلف اللي هو لو انا عايز يعني مطور يرفع هذه البوابة ومع إهمال الفريكشن ومع إهمال أي عناصر أخرى، يعني هي بس إعادة صياغة ليه، قول لي الفورس برضه، فيبقى نفس الإجابة بنفس الحسبة، مجرد تطبيق مباشر تعرف إجمالي الفورس اللي بتزق البوابة أفقيا. هو ده اللي أنا لسه قايل لكم عليه، يعني نفس المثال بالظبط. أنتوا تقدروا إيه يعني تمشوا يعني تشوفوا الأرقام بتاعته. الحقيقة ديت كانت مسألة إن كل شخص يختار يعني دايمنشنز معينة، أسيوم الهايت كل واحد بناء مثلا على أي تاريخ ميلاده أو حاجة يعني يأسيوم الرقم، وتتحل المسألة وتتسلم كإكسرسايز. بس يعني إيه للمعرفة هنا دلوقتي. يعني دلوقتي بقى هنوصل لاستنتاج، عايزين نستنتج القانون اللي بيتكلم. إحنا دلوقتي عندنا بنستخدم حالة عامة اللي هي لو البوابة مش رأسي ومش أفقي، لو البوابة مايلة عندنا بزاوية، يعني إحنا عايزين نحسب البريجر اللي جاي من مية على سطح مائل. السطح ما زال ستريت، إحنا ما زلنا لسه بنتكلم في الجزء الأسطح المستقيمة، بس بقى فيه زاوية ميل. فتعالوا مع بعض نشوف، لأن هي دي الحالة العامة. تلاحظوا يعني لو جينا يعني بعد ما هنخلص الجزء ده إن شاء الله هنرجع نفتكر تاني القوانين بتاعت الفيرتيكال والهوريزونتال، هنلاقيها هي القانون بتاع الإنكلاين بس محطوطة الزاوية اللي هي 90 أو 0. الكوردينيتس اللي معانا إكس وواي اللي هم بيمثلوا يعني الطول والعرض بتاع البوابة، والزد اللي هي اتجاه المية. لما احنا بنيجي هنشتغل دلوقتي احنا هندور على حاجتين. لما احنا دلوقتي بندرس الفورس المتسببة بالهيدروستاتيك بريشر بندور على قيمة الفورس دي وعلى مكان تأثيرها. احنا كده ماشيين في سكة مومنت، لان هنشوف ان احنا محتاجين المعلومتين دول علشان ندرس الظاهرة ككل. كالعادة لما بنيجي ندرس حاجة جنرال بناخد يعني فاينايت يونت كده فيها، سواء يعني سلايد في الحالة دي هناخد شريحة عرضية من البوابة او من اي سطح مغمور تحت سطح المية، هناخد الشريحة اللي بالعرض ديت اللي هي غامقة، وبعد ما هنخلص الحسابات عليها هنعمل accumulation للدايمنشنز كلها وبنطلع القانون العام. القانون بسيط خالص زي ما احنا شايفين، يعني استنتاجاته سهلة ومباشرة ما فيهوش اي حاجة. نفتكر بس ان احنا نتكلم على سطح مغمور شكله غير منتظم وبزاوية ميل. الفيرتيكال اللي فوق هنا زد، عايزين بس ناخد بالنا من الحروف او الرموز. هنلاقي عندنا حاجتين لازم ناخد بالنا عن الفرق بينهم. في فرق ما بين الاتش وما بين الواي في الاستنتاج هنا. الواي هنا هو العمق مع زاوية الميل اللي احنا يعني لو البوابة عاملة كده، معذرة، عاملة كده مايلة كده اهو، وادي سطح المية افقي كده. لما نيجي نتكلم على العمق ونستخدم حرف اتش يبقى احنا بنتكلم على عمق فيرتيكال رأسي لتحت. لكن لما نيجي نتكلم هنا مستخدمين واي نقصد يعني مثلا النقطة دي عند عمق قد ايه؟ لو جينا نقول العمق النقطة دي على عمق كذا بس مستخدمين الحرف اتش يبقى ده فيرتيكال من سطح المايه لغايه النقطه. انما لو قلنا نفس النقطه عمقها قد ايه بس استخدمنا واي نقصد مايل كده لغايه سطح المايه. تمام؟ الزاويه بتاعتنا الفا. طبعا الديستريبيوشن ما زال شبه منحرف لان كل يعني ده معتمد على شكل الديزاين السيستم نفسه.
تمام؟ هناخد الشريحة الصغيرة، الشريحة دي لو جينا نبص، يعني أنا عايز نتخيل مع بعض الشكل بتاعنا. الشريحة الصغيرة دي المساحة بتاعتها دي ايه، ودي طبعا لان احنا بنتكلم على سلايد صغيرة، وبعد كده احنا عاملها اكيوميليشن فتبقى ايه، دي مساحة السطح المغمور كله على بعض. الشريحة دي السنتر بتاعها على عمق واي من سطح المية. بما ان احنا بنتكلم على شكل غير منتظم، فيبقى احنا عندنا حاجة اسمها سنتر اوف جرافيتي، اللي هو فين السنتر بتاع الشكل. يعني احنا لو مثلا كنا بنتكلم على مثلث، بيبقى السنتر هنا مثلا التلت والتلتين. لو بنتكلم على مربع، فالسنتر في النص بالظبط. انما في الاشكال الغير منتظمه بيبقى ليها قانون خاص لمعرفه السنتر. ليه السنتر ده مهم؟ هنشوف مع بعض. مع بس نفتكر من الاول ان احنا معانا عندنا اتنين سنتر، طالما الشكل غير منتظم ومايل ومغمور، سنتر اوف جرافيتي وسنتر اوف بريشر. سنتر اوف جرافيتي هو مركز الشكل، سنتر اوف بريشر هو النقطه اللي البريجر بيأثر عليها. يعني لو احنا قلنا مثلا ان البريجر شكله مثلث، فاحنا بنفترض ان عند التلت بنضغط البريجر، ونتخيل ده الليفل مستوى التأثير بتاعه. هنا اللي احنا بنتكلم عنه ده بقى، النقطة دي هي دي سنتر اوف بريجر، النقطة اللي البريجر بيتركز عندها، او احنا بنتخيله متركز عندها. اول حاجة معلومة معانا احنا عارفينها، ان التغير في الضغط مع التغير في العمق بيساوي ماينس جاما، وبالتالي فرق الضغط بيساوي ماينس جاما دلتا زد، هي إعادة توزيع يعني للمعادلة. إذن إحنا لو جينا نتكلم على فرق الضغط ما بين نقطة والتانية اللي هي دلتا بي، يعني بي ناقص بي نود بتساوي ماينس جاما، فرق الزد هو زد ناقص زد نود، يعني هي مجرد رموز. فين النقطة نود؟ النقطة نود دي عند سطح المية، تقاطع السطح المايل مع سطح المية. تمام؟ طبعا مش محتاج أقول لكم، ده الإثبات ده عليكم، زي الإثبات بتاع المحاضرة اللي فاتت. النقطة نود هي النقطة تقاطع السطح المايل ده مع سطح المية، تمام؟ دي اللي بنتكلم عنها. مقارنة بيه فين بقى اللي مش نود؟ اللي هي الشريحة اللي احنا بنتكلم عنها، الشريحة دي عند أي عمق مش فارق. إذن فرق الضغط ما بين النقطة اللي على النقطة اللي بندرسها والنقطة اللي على السطح فوق بيساوي ماينس جاما في الزد ما بين النقطة اللي بنتكلم عنها والزد فوق. الزد هنا معذرة أنا كنت بكلمكم على الفرق ما بين واي واتش، معلش في الرسمة دي الرموز متاخدة بالزد خلاص، لكن هي هتلاقوها في ورق تاني أو في مراجع تانية بالاتش. فهنا فرق الضغط بيساوي ماينس جاما في فرق الزد. تمام؟ بداهة طالما احنا قلنا إن أو النقطة او هي عند سطح الميه، يبقى الضغط عندها بصفر والزد عندها بصفر. تمام؟ هنستخدم ده عشان هنستنتج منها بعد كده ان الضغط بيساوي ماينس جاما زد. ده فين؟ ده عند مركز الشريحه اللي بنتكلم عنها. طيب بصوا بقى هنا هتلاقونا اتحركنا من الكلام عند زد الى الكلام على واي ساين الفا. ليه عملنا الحركه ديت؟ احنا اصلا بندرس سطح مايل، فاحنا عايزين نطلع معادله فيها زاوية الميل، لأن هي دي العنصر الرئيسي اللي بيتحكم وفارق معانا في حساب الفورس. تمام؟ فإذا بما إن احنا عارفين إن الضغط عند الشريحة اللي بنتكلم عنها بيساوي ماينس جاما زد، يبقى وإحنا عارفين إن الزد دي هي عبارة عن واي ساين ألفا، ده حساب مثلثات. فهنعيد كتابة المعادلة بتاعة البي إلى تبقى جاما واي ساين ألفا. كده بقينا بنتكلم على الضغط ليس بدلالة الفيرتيكال ديبس اللي احنا خلناه قبل كده، دلوقتي بنتكلم على الضغط بدلالة زاوية الميل والطول مايل لغاية سطح المية. هنا بدأنا بقى الكلام على السطح المايل. تمام؟ الضغط لو ضربناه في الاريا هيدينا الفورس اللي احنا بندور عليها. فإذا الدي اف بتساوي بي دي اي، ببساطه لو حد مش فاكر، الفورس بتساوي البريشر في الاريا. ده لو بنتكلم على شيء ما على بعضه، لو بنتكلم على سطح على بعضه، يبقى الفورس عباره عن ايه؟ البريشر اللي هو جاي هنا في المساحه. طب لو احنا واخدين مجرد جزء صغير جدا منها بندرسه عشان لسه هنعمل اكيميوليشن بعد كده، فيبقى في الحاله دي بما ان ده جزء صغير من المساحه يبقى جاي عليه جزء صغير من الفورس. طيب يبقى الجزء الصغير من الفورس ده بيساوي البريشر، لان البريشر ثابت عند نفس المنسوب، مضروب في الجزء الصغير من المساحه.
دي اللي هي دي اف بتساوي بي دي اي. هنجيب البي من المعادله اللي فوقيها ونحطها تحت، فهيبقى عندنا دي اف بتساوي جاما في واي ساين الفا دلتا اي. محدش يتوه لان اللي هيفوتوا سطر الدنيا هتبوظ بعد كده. التكامل ببساطه هيبقى انا عايز احسب الفورس عند كل الجزء المغمور ده، يبقى الفورس بتساوي التكامل بالنسبه للمساحه بي دلتا اي اللي هي بتساوي، هروح واخدين دلوقتي احنا عايزين نحط علامه التكامل جوه الجزء اللي على اليمين ده، بما ان الجاما ثابت والالفا ثابت فمش هيخشوا في التكامل، طلعوا بره. التكامل بيبقى للمتغيرات اللي فيها احنا بنكمل حواليها، الواي والدلتا ايه هم دول المتغيرات معانا اللي بيفرقوا، فدول اللي هيخشوا في التكامل. نطلع بقى في الاخر بالمعادله. الواي الشرطه ديت اللي هي السنتر اوف سنتر اوف جرافيتي، احنا بنتكلم فين نص الشكل اللي احنا بنتكلم عنه، ونوصل من في الاخر للمعادله ان الفورس بتساوي جاما في ساين الفا في واي داش في الاي. بصوا بقى الواي شرطه دي زي ما قلنا ان هي السنتر بتاع الجسم، يعني لو احنا بنتكلم على دوت فده السنتر بتاعه ماشي. واي شرطه ساين الفا على بعض هنعمل عكس اللي عملناه فوق، لما تحولنا من الزد الى الواي هنعكسها هنا تاني، يبقى اذا الفورس بتساوي جاما في اتش فيرتيكال من سطح الميه الى مركز السطح اللي احنا بندرسه سواء بوابه مستطيله او مدوره او مثلثه، مضروبه في مساحه هذه البوابه. القانون اللي جوه الشكل دوت اللي معمول باللزق هو ده القانون بتاع حساب الفورس على سطح مغمور مايل لتحت. والقانون ده نفسه مكتوب بقى بطريقه كلاميه، بيقول لك ايه؟ قيمه الريزلتنت هيدروستاتيك فورس على سطح مستوي هو حاصل ضرب الضغط عند مركز مساحه هذا الشكل مضروب في مساحه السطح بتاعته. تمام؟ هي هنا بمقصود بريشر اللي هي جاما في اتش سي مع بعض، خلاص؟ يعني الضغط عند مركز هذا الشكل اللي هي جاما اتش سي مضروبه في مساحه السطح المايل حاصل ضرب الاثنين دول على بعض يمثل الفورس اللي بتضغط على هذا الشكل. ده القانون العام. قانون واضح؟ تمام؟ مفيش حد نام ولا وقع مننا في سكه ولا حاجه؟ مباشر ها؟ طب السكوت ده معناه ايه؟ انا حاولت اشرحه بشكل متسلسل وبسيط. في حد يعني طب قولوا لي كده سهل صح؟ كلكم ده السكوت اللي هو بتاع النول انها سهله صح؟ تمام. المعلومة الثانية اللي قلنا انها مهمة بالنسبة لنا هي مركز الضغط بتاع الهيدروستاتيك بريشر ديستريبيوشن. بمعنى ايه؟ احنا كده عرفنا قيمة القوة اللي جاية على السطح ده. السؤال الثاني اللي مهم جدا، الفورس دي بتأثر في انهي نقطة؟ السنترويد او السنتر اوف بريشر بتاعها فين؟ طبعا هنشوف التطبيق المباشر، بس انت ممكن تخمن بسهولة ان معلومة زي دي مهمة لو انا عايز احسب مثلا المومنت، لو انا عايز احسب الفورس. مش احنا بنتكلم على بوابات كتير، بوابات بتتحرك على يعني هنج كده، فلو انا عايز اعرف الفورس اللي انا محتاج احطها الناحيه الثانيه محتاج اعرف دراع العزم صح؟ دي المسافه ما بين نقطه التاثير والهنج نفسه. ببساطه زي ما شفنا في القانون اللي فات هنستنتج ده بمنتهى السهوله، يعني هنقول ان احنا دلوقتي بما ان عندنا الفورس مضروبه في واي سي بي، باي سي بي اللي هي الطول المايل من سطح الميه لغايه نقطه البريشر. احنا هنا مش بنتكلم على سنتر اوف جرافيتي، هنا بنتكلم على سنتر اوف بريشر. تمام؟ فالواي سي بي مضروبه في الاف بتساوي تكامل بالسلايسز بتاعت المساحه للواي، بمعنى كان انا لو عندي سلايسز كتيره كده فانا بجيب تكامل الواي بتاعت كل واحده في الـ 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 في البريشر اللي جاي عليها في المساحه بتاعتها. يعني كاني بحسب هو ده معنى التكامل اصلا، انك بتجيب الفورس عند كل سلايس تعمل لها تكامل، يبقى انت كده جبت الفورس اللي على البوابه كلها صح؟ تمام. فبما ان خلاص خلصنا السطر دوت هننزل اللي تحته، يبقى هو التكامل واي بي دلتا اي. هنفضل نازلين كده لتحت لغايه لما نوصل في الاخر ان انت عندك
جاما ساين الفا تكامل. انا عارف ان هي شكلها ممكن يكون صعب شويه بس هي سهله جدا. تمام، هنوصل في الاخر خالص الى ان انا عندي تحت اخر سطر واي سي بي مضروبه في الاف الفورس بتساوي جاما ساين الفا في الحاجه اللي ما بين القوسين دي. تمام، ده بقيت الاستنتاج، لان طبعا السلايد اللي فاتت ما كفتش فهنكمل في السلايد ديت. كل اللي في السلايد اللي فاتت كان مجرد بس ايه، انت عمال تضرب وتعوض، ما فيش فيها اي شيء يعني مختلف. بتوصل هنا في الاخر السطر الاولاني ده هو السطر اللي كان مكتوب الاخير في السلايد اللي فاتت. تمام، مجرد بس شلنا الفورس وحطينا بريجر في اريا. هننزل السطر اللي تحته هتلاقي ان هي اعاده ترتيب، وانت بتبدل بس بتحط بدل يعني بتغير العلامات وتحط بتعوض بين الاتش والاي والحاجات دي. وصولا للقانون في الاخر تحت خالص يعني هنسهل الدنيا، ان الواي سي بي الواي الديستانس اللي عند السنتر اوف بريجر بتساوي واي عند السنتر اوف جرافيتي زائد المومنت اوف انرشيا على الاريا مضروبه في الواي لغايه السنتر اوف جرافيتي. يعني انا محتاج لو انا عارف السنتر اوف جرافيتي اللي هو متوسط الشكل، طبعا دي قاعده عامه، انما طبعا في الامتحانات ما بتجيش اشكال غير منتظمه، تيجي اشكال معروفه مستطيل او مثلث او دايره، ما يعني ما فيش مش هيبقى فيه صعوبه في استنتاج الحاجات دي كلها، دي بتبقى بديهيات. يعني انت لو عندك مستطيل ما انت عارف السنتر اوف جرافيتي فين عند نص الارتفاع وعارف الاريا وعارف كل حاجه يعني. فهي بس ده قانون عام، انما عند التعويض وعند المسائل بتيجي مسائل سهله جدا ومباشره. السلايد ديت يعني هي تبدو مخيفه بس هي ما فيهاش حاجه. دي بتتكلم بتعيد نفس اللي عملناه في السلايد اللي فات، بس لو الاكس اكسس مش يونيفورم، يعني مش بس الشكل مش منتظم على المحور واي، لا ده كمان مش منتظم على المحور اكس، حاجه كده يعني. فهو بيقول لك نفس الطريقه ازاي تحسب الاكس بتاع السنتر اوف بريشر، بس احنا غالبا تقريبا كل الامتحانات بتيجي شكل منتظم، فما فيش مشكله في السلايد دي خالص، ممكن يعني ايه ما نستنتجش منها اللي احنا عايزينه. بس الواي هو المهم. ليه بقى؟ علشان الواي هيخلينا نسال سؤال، هل السنتر اوف بريشر دايما تحت ولا فوق السنتر اوف جرافيتي؟ الاجابه موجوده في المعادلات خلاص، اللي هيبص بس عليها هيعرف الاجابه. يعني راجعوا المعادلات هتلاقوها واضحه، يعني هي مكتوبه صراحه في المعادله يعني. نرجع بقى للي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول، الحاله بتاعه ان الحائط او الشكل المغمور فيرتيكال او هوريزونتال. القوانين اللي احنا كنا خدناها اللي هي الاف بتساوي جاما في واي في ايه، ما هي الا نفس القوانين اللي احنا استنبطناها للاسطح المايله، بس استخدمنا الزاويه، في مره خدناها بتساوي صفر وفي مره خدناها بتساوي 90. تمام، فانت لو خدت هتلاقي ان طالما الزاويه بقت يعني هي الزاويه اصلا المايل مع الافقي، فالفيرتيكال او انك هتعوض بيها بتساوي 90، وفي الهوريزونتال هتعوض فيها بتساوي انها بتساوي صفر. تمام، هتعوض هتلاقي نفس القانون اللي انت خدناه مع بعض في المحاضره اللي فاتت.